فتقوم الأشهاد بين الأحياء بنفس زكية مرضية قانعة ومطمئنة جنبا لأسرتها المحبة الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، نعم في سبيل الحق، ولو كره الظالمون المجرمون المفسدون في الأرض الذين يحشرهم الله تعالى في الجنب الآخر والآخر على حافة النار، لأنهم عبدوا سوى النار، نار الشيطان الرجيم، فيسقطون معه في نار جهنم خالدين فيها إلى الأبد. إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم بالعباد، وجبار قهار شديد العقاب على الكفار. وإن أراد الله تعالى اليوم أن نعذبهم بأيدينا لهذا الفتح الأكبر، فسوف نعذبهم بأيدينا إن شاء الله، بعدما سلف ما سلف من إثم وعدوان وفساد على أيديهم بالمشرق كالقوقاز والشام وشبه الجزيرة وبالمغرب، وإن هو سوى سبب لباقي الأسباب كدرس تمريني وامتحاني لخروج كتائب الإسلام لنصرة الإسلام على الحكام الطغاة بشبه الجزيرة والشام، وكذلك بالمغرب البربري الصحراوي العربي الأصلي. قبل كل شيء وكسبيلا لكيفية المقاومة الكفار، كيف مكان أصلهم وفصلهم الذين يعتدون على حرمات الله المقدسة كحرمات الإسلام، إلى أن يتوبوا إلى الله تعالى، وإن تابوا فلا اعتداء عليهم، حيث أصبحوا كإخوة مسلمين مؤمنين بالله وبما آتاكم الرسول الأكرم باليوم الآخر، النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي بغزوة الحق على الباطل والظلم والفساد، محمد الأحمد بحمد الله وبروح القدس المحمود صلى الله عليه وسلم كمعركة غزو الفتح الأكبر، فيجبركم الله تعالى على القتال وأنتم كارهونه، ومن لم يقاتل في سبيل الله حينئذ فإن خوفه يؤدي به إلى الجحيم، أما من يقاتل في سبيل الله فسبيله الجنات النعيم عند الله تعالى الحاكم الأول والآخر. إنه إذن قتال عظيم وكبير ضد الطغيان والفساد، بعدما سفك الطغيان والفساد دماء الشهداء على الأرض منذ الزمن الأول إلى هذا الزمن الآخر، دماء شهداء الأولون والآخرون، فيجزي الله تعالى الشهداء الجزاء العظيم بالحق كحق للعقاب الشديد على الكفار وأحسنوا انتقام. ولهذا الشأن المنذر، فلا اختيار لهم بين أيديهم لما يتخذونه من قرارات للسلم والسلام أو للعقاب العظيم، إن لم يسلموا ويستسلموا أنفسهم أمام الله تعالى ورسوله للسلام، النبي المنصور المحمود بروح القدس المهدي ذو القرنين والقلبين، قلب أشد على الكفار وقلب رحيم على المؤمنين، ولو هو سوى بقلب واحد في أمر الواقع، محمد الأحمد بحمد الله صلى الله عليه وسلم قبل فوات الأوان للخروج. فكفى صفك الدماء كنصيحة لوجه الله، وتوحدوا على الحق كعلى هذا
الصراط المستقيم المفتوح وليس عليه حواجز تمنع المرور كعقبة من أيدي الكفار إنما العاقبة على الكفار خير لكم الاستقامة أمام الله الأعظم والأكبر وجنبا للرسول الأشرف النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي بالاستقامة سوى لله الأحد الصمد محمد الأحمد بحمد الله وبروح القدس المحمود صلى الله عليه وسلم إنه إذن تندير ما بعده تندير للدخول إلى أفواج السلم والسلام كباب مفتوح لكل من يسعى منكم لنفسه ولغيره إلى السلم والسلام مسلما ومستسلما نفسه لله الأمين والسلام فلله الحمد ولله الشكر لمن تمسك منكم معي بحبل الله النصير وعليه سكينة العلم والفقه لدين الله الحق الإسلام للسلم والسلام بقواعدها العلمية الإسلامية من الأولين والآخرين ولكل قاعدة لها وزنها لمعرفة الحق ولاتباع الحق وضبط النفس على الحق للصواب وضبط النفس على الحق للصواب المبين الصراط المستقيم فتصبح بقاعدة محكمة مصورة قائمة من عند الله تعالى ضد كل تحريف أو جهل كشر علم فيتوسع اليقين بعلم هذه القواعد الإسلامية العلمية لتقوية الإيمان والنهج في مسايرة هذه السكينة على ظهر سفينة النجاة كربانها لكل درع منها لها فروع في العلوم الإسلامية رغم عواقب الأمواج ضد كل طغيان من السفن الفاسدة إذن التمسك بالقاعدة الإسلامية شرع وحكم من الله تعالى على عباده كفرائد منها الفريدة المستحبة ومنها الفريدة الواجبة على النفس الزكية التمسك بالقيام الإسلامية وليس التمسك بالقيام الديمقراطية لا سمح الله كمثل للقيام بالصلاة استقامة أو قعودا أو جنبا على الفراش إن لم يكن المستطاع منه على الوقوف أو على القعود لمرض ما أو لعذر ما ثابت عذره لضعف في صحته كذلك للقيام بالنهي عن الفحشاء والمنكر لتغييره باليد أو باللسان أو بالقلب إن لم يكن المستطاع منه لحكم الضغط عليه إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر لعلكم تتذكرون إذن إن لحظتم لوجدتم في شتى الأمثلة التي ضربها الله تعالى دائما لكم عليها ثلاثة من البينات كمختارات للتحدي للجهل والكفر لمسح السيئات والزيادة في الحسنات بعد الإيمان بالقلب ولعدم الخروج عن القاعدة الإسلامية المحكمة بحكم وشرع الله تعالى وكأنه كتاب عدل دستور مستور بحكم الله عليه فقرات محكمات ضد كل طغيان وعصيان وفساد واستيلاء واستغلال واستبداد وكل عواقب الكفر لنهج شريعة إسلامية علمية صحيحة وصريحة سليمة ومبنية على حقوق الإنسان والطبيعة والكون في كل المجالات لسنة حياة على وجه الأرض كسنة من الله تعالى للأولين وللآخرين ومن هنا أعود إلى موضوع الجهلاء لجهلهم عن معرفة العلمانية وعما تتسبب فيه من عواقب مثيرة للبنية الإسلامية فإن كانت العلمانية منشقة من كلمة العلم أي ما بالعالم وما تتصفه بالدنيا وإن اتبعتم سوى دنياكم فإن الدنيا تغركم إلى مجارها اتباعا لشهواتها وأهوائها
وإن اتبعتم الدين لدنياكم فإن الدين دينونة لدنياكم يخلصكم من كل فساد مبين كذلك العلمانية أسلوب فيلسوفي سياسي اجتماعي جديد لهذا العصر اتخذوه صهاينة الغرب للتبعية الغربية في الفساد وتقويته وبتجهيزه عبر السياحة الفاسدة ولشرع فرق الارتباط بين الخالق والمخلوق وكأنهم بخوارج كمخلوقات من عالم آخر فأصبحوا بالتالي بمخلوقات عالم خارجي آخر جاهل ومجهول علم الله تعالى للكون والوجود ونسيوا بأنهم على امتحان دائم يمرونه بدنياهم قبيل الآخرة فيخسرون امتحانهم هذا لكونهم من الخاسرين بالدنيا والآخرة والأخطر اهتماما من هذا يشرعون هؤلاء الصهاينة من الأعراب واليهود والنصارى في أحكام على حسب أهواءهم كالرومان من قبل لما يحبونه للهو ولزينة الأكل والشراب واللباس وباقي أدواتهم للتمتع مستكبرون بمحركاتهم الفاسدة وإن الدنيا لمتاع لهم إلى حين قيام الساعة وهم متمسكون بالأصول الفرعونية كآل فرعون من قبل ومن بعد إن أحياهم الله تعالى بصورة أخرى باليوم الآخر هذا وهم لا زالوا لا يتذكرون شيئا ولا يفقهون شيئا ولا يعلمون بعلمهم العلماني الجاهل شيئا وليس بالعولمة للطريق الصحيح وكأنهم كركيز الحلبة لا سمح الله يقودهم الشيطان الرجيم على اليمين ثم على الشمال بكل سهولة متحكم على عقولهم بالتخدير وقلوبهم بالقسوة مبعدون كل البعد عن الحق لمعرفة الحق من الباطل فيبتعد الحق عليهم إلى حين سقوطهم بأنفسهم في حق نارهم أو في نار حقهم لما اتبعوا من علم جهل وشر إنها إذن تعريف لحقيقة العلمانية الجاهلية عن أصلها وفصلها نعم أصلها يعود لتشجيعها للفساد وفصلها يعود لفصل الدين عن الدولة ومن لم يداول بالدين فلا دين ولا دولة له إنها سياسة ليس لها مبدأ في سنة الحياة الأسروية والاجتماعية القصيرة والمحدودة في الدنيا واللا محدود بالآخرة كالأبدية لما لا هو نهائيا كقاعدة علمية حسابية للرياضيات فمن أراد منكم أن يهاجر إلى الآخرة سليما فعليه الإسلام والاستسلام لله وحده لا شريكا له بكامل وشامل المبادئ الإسلامية السلمية والسليمة عبر سنن الله تعالى لسنة حياتكم في دنياكم ومن أراد منكم أن يهاجر سوى لما هو عليه لشهوة وأهوائه لتحقيق رغباته الفاسدة كلنكاح امرأة أو سياقه سيارة فخمة وضخمة أو امتلاكه لنفسه بيت من دون الناس كبيت مزخرف بالذهب والفضة وغيرها كقصر ملعون واتباعه مهرجانات للهو واللغو والفساد للشهرة أمام الناس أو لحضوره بنوادي الترفيه والموسيقى الجاهلية لتخدير العقول بالمكروهات والمحرمات كالخمور والمخدرات وغيرها من موادهم الفاسدة إنه إذن لفي ضلال وظلام مبين لا ينقذه نور بعد هذا النور المبعوث من الله تعالى كنور يتلوه نورا لإنقاذكم من الجهل والفساد وإلا اتخذتم قراركم الأخير والنهائي على أيديكم للسقوط في نار الفتن والفساد وإلا تصحبكم نار هذه الفتن والفساد على ظهرها إلى نار جهنم وكأنها نار بركان يندلع بين الجبال الباردة.
والحمية مسقط جهلكم للعقاب الشديد. إن الله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم ما تسرون لما تكتمونه وما تظهرونه لما تعلنونه لعلكم تتقبلون علم الله تعالى الغفور الرحيم.